وهذه سعيدة هي صارت. ما هني لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا هنا بعد هذه هي اختفت. ها هذه هي مشت حد شلها حد سرقها اختفت منها ومن نفسها. سعيدة انت هني وانا ادور عليك يا سعيدة. واخيرا يا سعيدة ضمن بيت بروحنا نكبون فيه حياة سعيدة. يا سعيدة الله كلام اليوم شعر كله شعر في شعر. سعيدة انت ليش ما تتكلمي يا سعيدة؟ مستحية مني مستحية. لا تحرميني من وجهك الصبوح يا سعيدة. لا تحرميني من سماع صوتك اللي مثل صوت العصافير يا سعيدة. سعيدة أنا ما حشي هذه على الطباعة ما سعيدة اللي أعرفها. مالش يا سعيدة اليوم يا بنت عمي مالش تتنتعي إيش فيش؟ حاضرنا يا أبوي كل بنت بيت عرسها ترتبك شوية. مالي يا سعيد أنا بقول لك على سالفة ويمكن تهدي شوي. حشة بتغص علي سعيدة بتموت بقول أبوي بقول. تتذكرين يا سعيدة يوم ذيك المرة جيت عندكم البيت علشان أشوفك وحصلت أبوش سلوم هناك وانت ما أنت عارفة أني أنا جاي عندكم تتذكرين؟ يا حي الله من زارني هل ود اخوي سعيد زارتنا البركه. يا الله اني مشتاق لك سعيد ولدي. كيف حالك با؟ الحمد لله عمي بخير بخير يا عمي. وايش مسوي في الشغل شيء؟ والله ما سويت شيء يا عمي والله ما سويت شيء. نعم اقصد الحمد لله عمي ماشي الحال. سعيد نعم عمي مالك بات التفت يمين وشمال انت مضيع شيء ولا شيء وانك تنتظر حد يطلع من داخل ولا شيء؟ لا يا عمي ما انتظر حد يعني من انتظر يا عمي الله يهديك. تو هذا عم سلوم بيجلس على راسي يعني اليوم ما بشوف سعيدة ولا بعطيها الهدية. سعيد كيف حالك بقى؟ هلكتني تراك عمي هلكتني. وابو يا أنا هلكتك سعيد؟ يا عمي طايح اللي من ساعة كيف حاله وكيف حالك با؟ صدقه مشيكي صدقه هلكتك صدقه. انزين سعيد ايش اخبارك با؟ اخباري زينة الحمد لله يا عمي زينة. طلعي يا سعيد سعيد باهنك انت كنت مسوني اطلع. اطلع يا عمي اطلع روح سعيد تلاقين بيتي با؟ لا يا عمي ما اقصد يعني اقول اذا كان عندك شغل ومستعجل توكل على الله. انا مغرب يا عمي مغرب راح البيت كله واحد. صحيح بابي سعيد انت ما غريب انت على البيت انت ولد اخوي. انزعت انا اسيره. روح يا عمي روح توكل على الله. الحمد لله رب العالمين. سعيد بابغاك توصلني هدا اليوم مهنة قلت انتهى توصلني. اوصلك؟ يعني برجع كما جيت لا شفت سعيدة ولا شيء. زين عمي امر لله بوصلك زين. هتوصلني با؟ نسيت انا اروح البس مصري واجيب عصاتي دقيقتين ما اتاخر. لا عمي خذ راحتك دقيقتين ساعتين ثلاث سنة سنتين على راحتك عمي روح. زين زين سريع انت سريع ما اتأخر. زين لو رحت على الأقل بشوف سعيد. سعيدة يوه كيف حالك؟ كيف حالك انت؟ يا الله مشتاق لك يا سعيدة. لو بأني
أقول يا جايب ليش هدية يا الله. بورها وخذي هالق فيها يا من قلبي يا سعيدة حبيبي. قربي شوية قربي شوية قربي خام علينا أخوي الشهدية. عمي وابوي وابوي وابنا فيها مدعمي أولاد جيران يمكن الله يشربهم شربك. سلامتك عمي كيف قلعوا عيني. وف عمي وف وف يا الله وف عمي وف أولاد جيران هذول الشياطين وف وف وابو يا شعية وفيه وف عمي وف وف شي دم وف دم شي دم. لا ماشي ماشي الحمد لله ماشي ماشي سلامة جات سليمة جات سليمة الحمد لله يلا وف كيف حالك ما عندك شيء. وأخيرا ردت سعيدة اللي أنا أعرفها. أقول سعيد الحقيقة يعني باغي أقول شيء لا بس ما أعرف ليش مترددة. لا تترددين يا سعيدة قولي قولي وأنا حاضر يا سعيدة قولي. أقول يعني وما بتزعل علي؟ أنا أزعل عليش أنت يا سعيدة؟ أبدا. إيش هناك خبريني سعيدة مو عندك؟ يعني متأكد انك ما بتزعل وما بترفض طلبي؟ انا ارفض ليش طلب يا سعيدة؟ على عيني وعلى راسي تدلل انت بس تدللي قولي. اقول لا انا يعني بغيت اقول اني قولي مو انش هلكتيني يا سعيدة تراش قولي. يعني ما بترفض ولا تزعل؟ قلنا لك ما بزعل انت تدللي بس خبريني مو باغيه وانا مستعد انفذ لك كل طلباتك. عقب استافة سعيد اقول الحقيقه يعني تعبانه واشوف اني باغي انام فمو رايك تخرج برا؟ خرج برا غمك يا سعيد. الله اسميه ان شاي محترم. تسلم ايدك يا خديجه تسلم ايدك على هالشاي الطيب. ويلو يا ام العروسه الله يتمم هناك ويلو ليله. تعالي 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 وين يا ام العروسه الله يتمم هناك؟ وين رايحه انت من الصبح؟ سايره بيت المعاريس اساعدهم اعاونهم. ساعديهم وعاونينهم ليش هم ناقصين؟ يعني لازم انت تكملي العدد ولا كيف؟ ترى مثل ما انت عارف سعيد جارك وصديقك وزوجته تو بتكون جارتي وان شاء الله في المستقبل بتكون صديقتي عشان كذاك لازم اروح اساعدهم واعاونهم وهذا واجب علينا كلنا نحن حريم الحارة. سمعي يا خديجة تروحي تساعديهم وتعاونيهم زين لكن ترجع البيت هنا عشان تسوي لنا الغداء وما اريدك تجيبي شيء من البيت منك فهمتي؟ هذا انت هذا اللي فالح فيه كل حريم الحارة اللي سايرات هناك غداهن وعشاهن من بيت سعيد إلا أنا. إلا انت. أنا رايحة. روحي. الله يكون في عونك يا سعيد. الله أعلم أنت كيف مخسر في هالعرس. الله أعلم. عمتي عمتي لو سمحتي عمتي ان شاء الله ان شاء الله.
صباح الخير يا سعيد. صباح النور. مبروك عمتي. مبروك منك المال ان شاء الله ومنها العيال. احسنتي عمتي احسنتي. اقول ابغى لنا شيء بسالفه شويه. خير يا سعيد؟ ايش في يا سعيده؟ سلامتك، ما في شيء، بس بغيت اسالك هالمدرعات وهذه الجيوش لما تبي جلسنا هنا؟ ايه. ها مالك الله يهديك يا ولدي، هين تبغاهم يسيروا الله يهديك. هين بعد باغي يسيروا عمتي، روح بيوتهم اشوف الجلسه عجبتنا، اشوف هنا يعني عجبتنا الجلسه. كيف يسيروا بيوتهم؟ اه تو الناس على بيوتهم الاشكال الله يهديك عمتي. تو الناس انا خلاص خلصت على الحديد مثل ما يقولوا، انت تقولي تو الناس. ايش تو الناس؟ ما غريب عليك هذا الكلام يا ولد الحلال، ترى عمك سلوم. انا يا عمتي عمري ما كنت بخير، بس تاني خلصت ما عندي شيء، فلست والله العظيم على الحديد، رحموني. طب هذا بدل لا تقول حال الأوادم، أحسنتوا مشكورين جايين هنا يساعدونا، تقول هذا الكلام يا سعيد؟ أقول ما أحسنتوا يساعدون، هما بالطريقة هذه جاي يفقروني يفقرونك. أنت ودر عنك تو هذا الكلام، قول لي إيش أخبار سعيدة؟ يلا خدمك. أنا فؤادي وهي فؤادك. ها؟ لا ماشيك. أوف. سعيدة قومي أبوي، قومي 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 بسرعة قومي. وأبوي أنا قوم. سيري شوفي في الصالة هناك، سرب من الجراد، لا مبقي لا أخضر ولا يابس. إيه؟ غزو مسلح من الجراد، غزو غزو. خير إن شاء الله، محتاج لفليت حرش ولا شيء؟ فليت ما ينفع، يبغى المسطول الجوي طائرات درش، ويمكن يفيد يمكن لا بعد. إيه العين، فهمت عليك سعيد. أنا كنت تقصد الحريم بجلسات برا. وفي غيرهم بعد، في غيرهم. وحليل المسكينة جايات يساعدن، وبعدين ما قصرن شلن وحطن هي، وبعدين الناس لبعضها بعض، وهذه هي العادات عندنا في الأعراس، فأنت من واجبك إنك تكرمهم. هاي عادات اللي تقول عنها الله يهديك يا سعيدة، جايين يساعدوا في العرس، ومن جانب ثاني يخسروا أصحاب العرس. كيف يخسروا أصحاب العرس الله يهديك سعيدة؟ وأنت مو تقول ما فاهمة. ما فاهمش، هم جايين يساعدوا على العرس في الطبيخ والتنظيف والشغلات هذه، صح؟ صح. إذا في الحالة هذه ما يكون ريوقهم وغداهم وعشاهم وكل المصاريف على أصحاب العرس؟ ولازم نقوم بيهم وبواجبهم. نعم، وهم يجلسوا كذا كيلين إلين ينتهي العرس. لا، ويروح يزور المعاريس بعد. إيه سعيد، يعني 10 أيام أو 12 يوم على الأقل تكون المصاريف كلها على أصحاب العرس، يعني أهل العرس يصرفوا على حلة كاملة. في الحالة هاي إذن معناته خسرنا أكثر من العرس نفسه. فهمتيني الحين يا بنت الحافي؟ سعيد أشوفك إنك باغي تتباخر. وابوي هذا إذا كان أنت تفكيرك كذاك، الله يعين أبوي يسلم، كيف بيكون تفكيره؟ سعيدة يو؟ أنا عندي رأي، ويا ليش توافقين عليه، يعني يا ليتش. هات سعيد مو هناك. أنا أقول أحس عمري بصراحة كأني عايش في معسكر، أحس عمري إني بختنق. مرايش نطلع شوي نتمشى. سعيدة ذميك عاد بدك تقرأ الأفكار، أنت لو ما شرت علي بذا الشهر كان شرت عليك. نعم على الجهزة المرش. خلق يلا يلا يا ربي توحمني يا الله. يا بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا حباتنتن حباتنتن، احنا عاملني مستحمين كن. نعم نعم اني مستحمين كن، لكن مو اسوي، ما بديني حيل غصبا عني حبيباتي، غصبا عني غصبا عني مستحمين كن. نعم اني مستحمين يلا، لكن انا لو الود ودي ما حد يمد ايده علي كالبر. نعم لكن مو اسوي، سامحني سامحني، شي ما كان في ذهيبة، سامحني ومسامح كريم. هي نعم يلا. تعالي حبتي تعالي مظنونتي، انت قلبش كبير. نعم قلبش كبير، هذي الاخواتي شبو 10 و20 ما مقدرات موقفي، ما مقدرات ظروفي، لكن انتي هو هتقدر ظروفي وتسامحيني. سامحني كده، كان شيمة كان فيك شيمة. انا شو اسوي انا؟ هذا حميد عرو علي، حميد. اي نعم حميد عرو علي، وهذه نوبة سعيدة بنتي. اي نعم
بنتي وما تهون علي، ابغى لها مستقبلها، هذيك مظنونتي وحيتي مساكينه. ها؟ مو بغيتي تقولي شيء؟ قولي احبابي، قولي ما تستحي، كي انا سلوم. خلاص من تو غادي ما حد يمد ايده عليك ابدا. نعم ما حد يمد ايده عليك. يلا تعالي انتي، تعالي حبالي، تعالي الشيمة كان فيك الشيمة. سامحني وهذا وعد مني انه ما حد يمد ايده عليك البر. يلا ها؟ ما تقولين؟ سامحتني؟ والله سامحتني؟ الحمد لله رب العالمين يوم سامحتني. كإذا ما سامحتني هيتقطع قلبي، وإذا تقطع قلبي هتستوي لي بشكلة. لكن هذا وعد بيني وبينك إن شاء الله من اليوم رايحة ما حد يفرق بيني وبينك أبدا، والشاهد الله. وفي الحبال يا الله يا سعيد، ما صدقنا طلعنا من البيت من ذيك الربشة والزحمة. الله يهديك يا سعيد، يعني لو كل واحد بالله عليك طلع من بيته علشان متضايق من الناس اللي جايين يزوروه ويساعدوه، كم حد بيساعد أحد؟ الله يهديك يا سعيد. يساعدوه قولي يخسروه يفقروه. لا إله إلا الله، دومك لا تصيح بذي الخسائر. أقول سعيد، خير؟ مو رايك نصير نزور بيت أبوي؟ أبيش باكر بنزوره. لكن أقول سعيدة ما خبرتيني، عم مسلوم هنا قبل العرس ما شفته؟ والله أنت تعرف يا سعيد أن أبي ما متفيق لي، أنا وأنت ما متفيق لنا. نعم أبي إنسان مشغول، رجل أعمال، بزنس مان. بزنس مان؟ لا الله، ذي البزنس عاد اللي طالع منك عاد أبوش بزنس مان. سعيد على بالي سأل أقول، يعني أنت مرتاح معاي في ذا الجو الرومانسي؟ سعيد والله يا سعيد أحس حياتي معاش جنة جنة، صدقيني يا سعيد. الله جمعني معش يا سعيد. أقول سعيد، بس أنا الحقيقة يعني خيفانة عن هذا الإحساس ينتهي مع مرور الأيام والزمن. أفا عليك يا سعيدة، إيش أغيره؟ هذا الإحساس وهذا الشعور ما يتغير للأبد إن شاء الله. أتمنى والله. وليش أتمنين بعد؟ قولي إن شاء الله. إن شاء الله يا سعيدة. إن شاء الله مع دامك. يا الله خذلك، بس اللي سمعني مطربات بيعتزتن. سكتي أحسن سكتي. كل يوم مشيني سعيد. على عيني وعلى راسي. قولي إن شاء الله. إن شاء الله مع دامك. لا وتباهي سببي بس. الحمد لله على السلامة أستاذ أمين. أستاذ أمين مرة واحدة؟ إيش تقصد؟ ليش بسلامتك متأخر؟ كل يوم أجي متأخر، إيش معنى اليوم تسألني ليش جاي متأخر؟ أعرف إنك دائما تجي متأخر، بس أنت أيضا تعرف حال المكتب الحين، سعيد في إجازة، والعمل كثير ومتكدس على روسنا. والمطلوب الحين؟ المطلوب يا فالح إن نخلص هذا العمل كله اليوم. حتى لو اضطرينا نجلس الى ما بعد الدوام، فاهم؟ يا سلام، يعني استاذ سعيد ياخذ اجازه ويروح ويرتاح ويطيح الشغل كله فوق راسي انا. اجازه سعيد من حقه، والعمل لازم يخلص اليوم، يعني لازم يخلص اليوم يا امين. زين لا تطلعني هذه النظرات. خذ هذا الملف واشتغل، جالس ذاك بس. خذ. اوف، ناس مشتقية وناس مرتاحة.
خذ الشاي خلفان. مشكوره يا خديجه، الشاي هذا جاء في الوقت المناسب. بالهنا. الله الله يهنيك. زي خبريني انت ايش اخبار المعاريس؟ المعاريس بعدهم شهر العسل. شهر العسل؟ انا اتكلم على سعيد وسعيده. الله يهديك خلفان عقب، انا تو من اقصد يوم ما اقصد سعيد وسعيده. تو انت ما تعرف ان شهر الزواج يسميوه شهر عسل؟ هذا ما مر علينا بعد للحين. وعشان كذاك انا باغي افهمك. ايش تقصدي يعني؟ انا قصدي يا خلفان ان من يوم تزوجنا انا وانت ما سوينا شهر عسل، وان الاوان الحين تقوم تاخذ اجازه ونروح انا وياك ونسوي شهر عسل. الله يهديك يا خديجه، شهر العسل هذا خلاص مر علينا احنا الله يسلمك، لكن عاد انت اذا مشتهيه عسل ان شاء الله من بكره الصبح انا رايح السوق اجيب لك درامين عسل الخيل ونفتت عسل نحل. ماشي حيله، ايش رايك؟ صدقك ان ماشي حيله الا بالله. صباح الخير يا بعلي. صباح النور، هلا والله سعيده. هلا هلا، استريحي. انا عاد جايبت لك الشاي للفراش. ما تقصرين يا عروس الحلوه، ما تقصرين. الله، تسلم يديني الحلوين اللي مسوي الشاي. تسلم. هنيئا مريئا. واعرف اطبخ بعد سعيد؟ اعرف النش، اعرف النش حبيبتي، اعرف النش، ما نقصد الشيء. الحمد لله الكمال لله. اقول سعيد لا امي اتصلت تسلم عليك وتسال عاد عن الحال والاحوال عن الزواج، وانا عاد خبرتها كل شيء. وبعدين مسكينه بدت تتشكى، تخبرني ان ابوي البارحه ما بايت في البيت. معذور مسكين، لكن ترى هذه اول مره يسويها يعني ولا كيف؟ هو بالصراحة سعيد يعني انا لا يخفى عليك انت صح ولد عمي، لكن المفروض ما اضم عنك ذا السر. ما استويت غريب، ابوي ما اول مره يسويها، واحنا عاد المفروض ان احنا نروح نزورهم، والمفروض انه يكون هو موجود في البيت. ويعني لازم هالزياره الله يهديك يا سعيده، لازم هالزياره اليوم. وابوي لازم ان العروس في اسبوع العرس تاخذ زوجها وتروح تزور حيانها. زين، وهذه الحله اللي جايه وراك في الزواج ايش بتسوي فيها؟ يا الله يا سعيد عاد مبري نفسك، ترى منهم جيرانك بعد. وكل هذيل بيروح بيت ابوش؟ هي لازم هذا الواجب والاصول. الله يستر عم مسلوم، الله يستر، كان بيستقبل هالناس وبيضيفهم، والله روحي ما اقدر اتصور. زارتنا البركه، تفضلوا 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 تفضلوا. يا حي الله وسهلا. اهلا وسهلا، عليكم السلام، كيف الحال؟ طيبين؟ يا مرحبا وسهلا، اهلا وسهلا، كيف الحال؟ طيبين؟ البيت بيتكم، تفضلوا تفضلوا تفضلوا. ها سعيد به جيرانك كلهم واصلين؟ ايه يا عمتي كلهم في المجلس الحمد لله. لكن عم مسلوم متى بيوصل؟ علمي علمك يا ولدي، الله اعلم متى يوصل. اقول ام زينب وفي الفائده، انا اقول يعني كان انتم ناقصنكم شيء ولا باغين شيء؟ فالحمد لله سعيد موجود ورقبته سداده وعلى اتم وقت مستعد يقدم اللي تبغوه. سعيد يا سعيد، انت كذاك بتورطيني الله يهديك. انا خلاص هذا العرس بيخليني اعلن افلاسي مثل الشركات الخسرانه. انا مش كذي. هي ما في حيلتك شيء يا سعيد، حال هيش تتزوج؟ ترى انا مشكلتي حمش ومجبور يا سعيد، ايش اسوي؟ يوم تعبني عقب خسر عشاني. ترى هلا انت دفعت ذيك الايام وخسرت، خسر يوم وحده بعدك زياده. خير مالكم؟ اشوفكم جالسين تتصاصخوا. اسرار زوجيه ما هذه. لا ابدا عمتي، سلامتك ما في شيء، بس اقول يعني اذا كان يعني إذا كان ناقص شيء ولا شيء، فأنا يا عمتي موجود يعني موجود. لا أحسنت به، الحمد لله كل شيء موجود عندنا في البيت. أنت اللي أحسنتي يا عمتي، يا أحسن عمة في الدنيا أنت اللي أحسنتي. يا حي الله وسهلا، مرحبا وسهلا، كيف الحال؟ يا حي الله خالد، كيف الحال؟ كيف الوالد؟ عسى بخير. يا حي الله تفضل تفضل، البيت بيتكم ترى. وفين؟ الحمد لله على السلامة، وينك أنت؟ الله لا يسلمك إن شاء الله. أول شيء يقول لي نعم، لو هذا بيتي وأنا غويان بيكون غويان أنا. بيتك طبعا الوالد بيتك؟ ما بيتي بيت غويان. كيف ما بيتك؟ الله يهديك. أشوف سيارات، أشوف ناس، أنا جاي خير إن شاء الله. مستوى شيء؟ الله يهديك الوالد، يعني ما تعرف؟ ما اعرف شيء، ما فرحني مستوي شيء ولا شيء. اليوم المعاريس زايرين. وحشي
وقلت اقول لك اليوم المعاريس زايرين الوالد. لا اله الا الله. من معهم؟ من معهم؟ من معهم؟ ايه كل الناس اللي كانوا موجودين في العرس واهل الحله. وابو 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 وحش 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 فهد. وقف قلبي بكم، وقف قلبي امه، وقف. كيف الوالد الله يهديك؟ لا الله حشكتوني فقرتوني الله يخلفكم ماكم لكن غيتوا. اقول فهد فهد فهد. نعم الوالد. شوف تحت، شوف تحت، شوف شوف تحت الوالد. شفت خير مو هنا شيء نحصى ولا حصى ولا شيء قدامي طايح لي شيء؟ ماشي الوالد ماشي شيء ماشي شيء. زحفنا شو يعني؟ زحفنا شو يعني؟ لا اله الا الله محمد رسول الله حشكتني رسول الوالد. لا اله الا الله محمد رسول الله. سلامتك بات سلامتك قوم اشوف يتنص اخوه ابوي ما في هذا اكيد ضربته شمس في الراس ودخ ما شحيله هيا لحقوا الكلونيا الكلونيا هات اشوف هات هات شمم وشمم بيصحى على طول عمي بسم الله هو عمي با ها وبا عمي هو عمي ماشي فايده هذا ماشي فايده لازم نوديه مستشفى يا جماعه يا ربي سويت له فتره ما يتكلم اسوي له الغشه بكبرها بيكون بيشم بيه سويت تراني ماشي فايده عمي هو عمي هذا بعد ما نهى بعد بعد ما بعد ما نهى مو راش نشيل له المستشفى ها سعيد فهد نعم طلعوا برا انتوا عند الناس سعيده خرجي برا على الحجره لك يا عمتي ما يصير اها اقول لكم طلعوا برا سلوم بخير ما في شيء كيف خير هو مسردح ما قادر سعيده طلعي برا ابوش ما في شيء توبه يقوم ان شاء الله يلا يلا طلع طلع على يدينش العافيه على الله وعلى يدينش انا كي عارفه انا سلوم سلوم قوم الجماعة متوشلين عليك قوم انت ما تقوم شي زين انا عارف لك بدواك انت تنهض وامو انا تراني اعرفك ما يضيع لك حواسك غير الفلوس وما ترد لك روحك غير الفلوس يلا وسعيدة عدت في العافية يا حي الله وسهلا يا حي الله بالجماعة يا حي الله وسهلا اعتبروا البيت بيتكم ترى اعتبروا البيت بيتكم حياك الله حياك الله زين عم عبد الله شو اخبارك يا حي الله بالجماعه حي الله يا مرحبا بكم وسهلا والله الله يبارك في حياتكم والله احسنتوا ها سعيد نعم وين الوالد سلوم الحين بيجي ان شاء الله بيجي بيجي نعم زين يا سين حرصه ارتاحوا بيجي بيجي سعيد خير خبرني كيف عمي سلوم ان شاء الله وين الحين تعرفت ان اسمه انا عرفت كنت جالس على الدريشه وبعدين عاد يوم شفته مسكين سكرت الدريش عشان الناس زين سويت يا خلفان الحين هو داخل وعمتي ام سعيده معه جالسه عند هناك هي. يا مرحبا يا جماعه شرفتوا يا حي الله وسهلا حياكم الله زين سعيد جماعه من الصبح جالسين كل واحد يتشوف على الثاني يلا تحركوا ما يصير بينك انا يا خلفان وحدي ما مصدق نفسي وهم مساكين بعد ما مصدقينهم يتغدوا اليوم بيت الشاي بسلوم الحافي يلا عاد المهم بسرعة بسرعة تحركوا الحين بيجوا بيجوا الحين يا حي الله بربع حياكم الله يا جماعة على ابو ناصر يا مرحبا يا شباب حياكم الله يلا تحركوا بسرعة زين صبر يا خلفان ننتظره هو لما يجي كيف بعد ترى هذا اللي لازم يصير الله يهديك يا سلوم الناس يفرحوا بزيارة بناتهم الله يهديك وانت قاعد تسوي في نفسك اللي تسويه يا ام سعيدة يا ام سعيدة أنا فرحان بنت سعيدة فرحان 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 لكن أنا اللي منكد اللي بحياتي وغمني هذه الحلة اللي منتقلة كلها في بيتي واللي عزايدني غم فوق غمي إنهم كلهم هياكلوا في بيتي كيف يا أم سعيدة كيف كيف قولي لي كيف وافقري وافقري سلوم انت تعرف ان العزومة هذه ما مخسر فيها ولا بيسة حمراء كيف 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 يعني ولا بيسة هي نعم ولا بيسة ام سعيدة انت متأكدة هي نعم انا متأكدة كيف انا ما اعرفك سلوم الله يهديك معقولة انت تتكلف بالمخاسير هذه كلها
هذا الكلام ما يدخل في العقل. فحاد أم سعيدة تعرفك زين، قمت أنا وتصرفت وحدي. صرفت لي يعني 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 كيف صرفت يعني؟ اسمع أنت زين، ولا أقول لك؟ قول لي بالأول، أنت البارحة هين مستوي؟ أنا البارحة يا أم سعيدة استوى شوية شغل عندي، حصلت لها كمين بيس من وراه وجيت. أم سعيدة شيمة كبي شيمة، قولي كيف صرفتي؟ السلام عليكم. كيف صحة طيبين؟ شرفتوني. استريحوا استريحوا في واحد مكانه. استريحوا. فهد لا من الوالد سير هات الغداء. غدا غدا وقال غدا 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 سرعة ناصر عاشوا عاشوا عاشوا. سعيد با. نعم عمي. سامحني ما شفتك، انت مش شايفني والله من وقت جاي. نعم من الصبح. كيف حالك با؟ بخير عمي بخير. خلفان نعم عم سلوك. كيف حالك ابوي؟ الحمد لله بخير. كيف صحتك؟ بخير الله يسلمك. الاولاد كلهم طيبين؟ خير يسرك حالك. تجارتك ماشيه؟ ماشي الحال الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. شايف اللي شايفينه؟ انا بنفس سعيد ما مصدق اللي حاصل. يا سبحان مغير الاحوال، عمك هذا. حي الله عم سلوك. يا حي الله بالجماعه والاخوه والاصحاب. يا مرحبا وسهلا. حي الله بك. خلفان نعم عم سلوك. هذا ما عبد الله؟ هو عبد الله الخميس. عبد الله الخميس اي نعم. يا عقو تو مالك لك الله يهديك انت؟ مالني؟ من شهرين قايل له تجيب لي صنتين، خلاص ما قلت لي. والله نسيتك. نسيتني؟ نساني انت بولا ما ذكرتني مره ثانيه حتى بذكرك. ما علي ما علي مسموح. اقول عبد الله نعم سمعت انك تزوجت مره ثانيه؟ اي نعم. حاب باقي له الانتين. شوف انت ما شفت واحده؟ ها؟ طبعا أربعة مجوز لنا راجل أربعة. بس زين زين زين. ماشي علوم ماشي أخويا جماعة. ماشي علوم. الله يسعدكم إن شاء الله. عم سلوم. ها؟ عرفت هذا؟ هذا؟ متشاشل لي هذا، ود من هذا؟ وسليمان بن حمود. هي مساكين كبار. سالم سالم. سالم اسمه؟ إيه. هلا وسهلا ولدك، كيف حال أبوك؟ الحمد لله بخير. ما جبت أبوك بياك؟ والله مريض كان. مسكين. الله يعطيه الصحة والعافية إن شاء الله. آمين إن شاء الله. خير يا جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضلوا يلا بسم الله. تفضلوا 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 سيد الباب. لا راح راح ها يا جماعه بسم الله الرحمن. مد 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 شوف 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 يلا ما تنتظروا غير ديكم. يلا تفضلوا يلا تفضلوا بسم الله يا عبد الله. نعم بسم الله مد سوري سوري تفضلوا شوف انتوا لا تستحيوا اي هسه لا لا راح الباب. نعم ليك ابوي مالك الله يهديك. ما مصدق الا سمعه ولا اشوفه. عم سلوم اللي البيسه ما تخرج من جيبه يذبح ويسوي غدا حال دير الجماعه. بعدي والله ما مصدق. سعيد كل يا اخي كل لك لذيذ. انت ليش بسم الله يلا مد كل ما عليك مني انا يا خلفان. جاب العمرك روحك انت جاب العمرك من خاطرك من خاطرك يعني من خاطر. نعم خلفان صدقه خلفان صدقه عشاء سعيد. نعم. ما مسحته انت تبغى يعني انا ولكي انا ولك هو انا ولك. لا لا ما يحتاج عمي مد اجيب موسوي مد خرب لك. سبحان مغير الانسان من حال الى حال. اكلوا يا جماعه عبد الله نوكل نوكل ما الله يجيكم مدوا. لا وبعد يعازمهم بعد يعازمهم. اسميك الحافي اليوم غادر اللي مثل حاتم الطاي. هي الحافي هذا الاكل مديون ترى هذا الاكل ما هو اللي رادك يا زوي. اللهم يجعلها نعمة دائما ان شاء الله. امين امين. بيت عامر مامور ان شاء الله ودم المغفور وحال مستور ان شاء الله. امين ان شاء الله. جارك لبتبو. امين يا رب العالمين. يغفر الله لا صاحب الفضل. امين. تو من خطا يزيدهم الله من واسع فضله. الحمد لله كرمك الله. سمعتوه جزاك الله خير. جزاك الله خير. اللهم يبارك فيك ان شاء الله. عبد الله نعم ما تغسل يديكم تغسل انتم ما تستحي ان شاء الله. اي ان شاء الله. قوم يا خلفان تفضل تفضل تفضل. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله شرفتونا. ناصر منك جزاهم الله. ولو انكم ما كليتوا ما ضقتوا شيء. جزاك الله خير جزاك الله خير. احسنت عبد الله احسنت. انت انساها الصبر على انساها الصبر. يحسن الله على صاحب الحسنه. اقول الصبر على انساها الصبر. ما انساها ان شاء الله ما انساها. ايه ان شاء الله ما انساها. يلا كرمك الله عم سلوم حياك الله. أحسن. يلا سعيد احسنت. نتشوف بعدين. ها انت رابع. يلا يا اقول عمي ها اكيد انت صرفت فلوس كثيره في هالعزيمه هذه اليوم اكيد. الله اكبر الله اكبر. كان عندي كم سعيد
وكم سعيدة. الله يخليك يا عمي، الله يخليك. ايه الظاهر اني ظلمت عم سلوم، ظلمت واجد، رجال كريم وانا حسبته بخيل. سعيد. نعم. وده اخوي. خير. ترى هذه الوليمة والذبيحة كلها من خيركم. نعم. من خيرنا؟ اي. كيف يعني؟ ما فهمت بعدني. انا افهمك، لا تستعجل ولدي. تو انت عاد خذها بالعقل سعيد. عجب انا سلوم اخسر هذه المخاسية كلها من فلوسي؟ انا بصراحة هذه بعدها ما داخل في مخي بتاتا. ولا قايمة تدخل في مخك البقى سعيد. زين وهذه الذبيحة؟ هذه الذبيحة يا ولد اخوي هي نفس الذبيحة اللي انت قمتها في حقك. والله؟ معلوم معلوم يا سعيد يا ولدي. وانا كل هالمدة على بالي خف عن البخل، اسميني كنت غلطان عاد غلطان. دوكم الحالة، حتى ما عارفة تختار فرش حال بيتها. غباء عروس. جلسي البيبانش، جلسي البيبانش او جاي انا. ابوي انا جالسة ومرتاحة. اقول سعيدة ترسي هالصينية. مرحبا بغديقة، حيا وسهلا. هلا هلا بيش. مرحبا بجارتي. الحمد لله، كيف حالك انت؟ الحمد لله بخير. محصرين؟ الحمد لله بخيرين. وحلين ما جبتيهم بياج؟ حال ما اجيبهم، ماخذين راحتهم يلعبوا باولاد الجيران. يلا. اقول سعيده يا اشوف سعيد ما موجود اليوم، هنا صار الشغل. وحليل مساكين قام اليوم غبش، صار الشغل. تعرفي ترى انت قاسته شهر ماخذ وقضى بلمحه البصر. ايه انزين. اقول سعيده اليوم كيف اشتوا انت مع سعيد؟ مو مسويين؟ مسوي والله الحمد لله، هو متصفده ومتعدله حاله. دوكم ترى عارفه شنش متصفده ومتزقرته. ايه. ولابسه مزراي. لكن انا ما قصدك ذاك، يعني اقصد ما تضاربتوا، ما تناقرتوا، يعني ما تعافستوا، ما سويتوا شيء من ذا. اي بعيد الشر خديجه، فعل الله ولا فارس. همون الضارب همون خديجه كنا مع السالفه علام، مش بايت فصص الثوم كنش. يا فصص الثوم ولا عندي خبر. اقول يعني تو انت عارفين انه يا شقارات ما يهمك صح ولا غلط. نعم. زين عشان كذاك ابغاش من اليوم ورايح تسوي لي قائمه كل اللي يستوي بينك وبين سعيد تخبريني اياه. آسفة خديجة ما أقدر. آسفة. حال مو آسفة. أمي قايلت لي الأسرار الزوجية يجب أن تكون في الكتمان. هاي الحكمة أمي قايلتنها. مش قايلة. هي. مو قايلة. مش قايلة أبوي استوى بينش وبين سعيد زوجيش، ما تخبريه بحد، عيب فضيحة. هي عاد بنتي منهن. منهن منهن ذيلة خديجة فندي؟ لا فند ولا عندي خبر، كنتي متدفترة ما يحتاج حد يفندش. اقصد يعني الزوجات اللي يحافظون على اسرار الزوجيه. اي وفي يا ناس في شيء احسن من الكلام. اوف زمن وابي خديجه علامة الزمن مو مسوي لي تدربش براسي. سوي انتي سوي تفولي تفولي. يا ام سعيده ما شاء الله هديش، انت جنيتي وامو تبغي تكسر علي الباب وامو. انت تو انا باي اسالك سالي يا فضل، انت طول هذا الوقت مو تسوي في ذي الحجره؟ ها مو تسوي. الله يهديك يا ام سعيده، الله يهديك. بس مو اسوي نوبه، ترى انت تعرفيني اني انا احب الخلوه، ابغى اختلب نفسي. تحب الخلوه ولا شايف هذه الحجره يخليك مره تجلس بالساعه والساعات؟ من هين يا ام سعيده من هين. تو انت عدتي خذيها بالعقل ام سعيده. خذيها بالعقل انت. خذيناها. انا مو يدخلني الغرفة بالساعة والساعتين عن قيلتش إلا إني أبغى أختلي بنفسي. أنا أقول يعني يمكن الفلوس. الفلوس؟ أنا قلت يمكن. لا يمكن يعني. يعني يوم سعيدة أنت ما متوكدة يعني. من هين يا سلوم، من هين أنا أتوكد. عجب ما دام إنش ما متوكدة منش السماح، انا عندي شويه شغل ما متفيق ليش انت يعني. الله حافظنك. ايه مالله مالله.
يلا سيد ابوي ما صار هاي كوب شاي ساعتين الله يهديش، وين اشتاخرنا على الشغل؟ يلا سامحني سعيد، سامحني تاخرت عليك يا هيس، نفسي اليوم تعبانه ما قادره اشيل عمري، تعبانه افا تعبانه. اشتكي من شيء سعيده؟ ما اعرف سعيد مو فيني، ما اعرف انت تعرف ايش فيني سعيد؟ بس عرفت كله من الاكل، طول النهار تجرع يا سعيده طول النهار. يا الله يا سعيد مو تشوفني جايحة فوق الأكل، عقب أنا من صباح الله إلى أنت وما حاطة شيء في بطني على ضباري بطني. يلا خذ لك عاد، بس ما أعرف على كل هذا، أحس إن في إيدي لوعان وكيها كما دوار راس، يعني ما أعرف كيف تعبان لوعان ودوار راس، ومن إيش هذا بعد؟ ما أدري يا سعيد، تراني أسألك تعرف أنت ولا شيء. عجب يلا أبوي قومي قومي سير الطبيب، قومي قومي الطبيب اللي ابوي الا كله عاد ولا الطبيب، الطبيب معناه تبره هو ابوي، وانا خوف يموت من الابره. اسمع انت اسمع، الناس يسووا عمليات هم يضحكوا وانت تخافين من الطبيب والابره، الله يهدي سعيده، مو ذا الكلام. زين زين لكن الناس وانا ما علي من غيري، لكن الطبيب ما قف في شبر البر خاف ما سي. يا بنت الحلال كل واحد مريض لازم يروح الطبيب يا سعيده، ما ليش انت كذا؟ قلت ما اصير اخاف، ما اصير عند الطبيب. لا حول ولا قوة إلا بالله، تو هذا إيش أقول له بالله عليكم؟ أبوي لا تقول ولا شيء. أخو سعيد خير؟ جاتني فكرة. قولي قولي أم الأفكار قولي. أنا أقول يعني بما أنه الطبيب يوم ما لازم يعتبره فممكن يعطي حبوب، صح؟ صح الحين دي تفكرين صح يا سعيدة. يلا قوم روح الطبيب يلا يلا. لا إله إلا الله، أعلامك متواكل، خليني أكمل الأول. أنا أقول يعني بدل ما أروح عند الطبيب ويعطيني حبوب وعني بك أنت من المستشفى للبيت وتتأخر على شغلك فإيش رأيك يعني أنه أقول يعني أنه سعيدة إيش بغي تقولي بالضبط؟ طلع ليش؟ لا إله إلا الله، تو أنت حال مو تقاطعني فهمني، لو أنت تعرف إيش بيقول أنا؟ أنا فهمتي يعني بتروح الطبيب. أنت اللي بتروح الطبيب وبتكشف بعد. نعم أنا؟ هذا كلام عقال يا سعيدة بالله عليك، كيف أنت المريضة وأنا أروح الطبيب؟ وين صارت هذه بعد؟ يا الله يا سعيد كذاك، اذا السوق ما يخدم زوجته من يخدم عقب؟ خبرني هذه اول مره انا اقدم طلب وانت ترفضه، لكن ما عليك سعيد يجي منك اكثر. سعيده هذا طلب ايش غريب يا سعيد الله يهديش، وما حد سواها قبلي. انا اللي عارفه امي وقالت لي يوم درستني ان الزوج يوم يحب زوجته يقلع حتى عينه يعطيها بيدينها ويلبي لها كل طلباتها. امري لله بروح الطبيب، لكن اذا طلبوا مني فحوصات ومنين اجيب لهم؟ منين اجيب لهم؟ مو اقول لهم. ما يهمك، يوم غايته انا بعمل فحوصات. الو مرحبا، من معي؟ اهلا عبد الله اخوي، اهلا، كيف حالك؟ اذا سمحت سعيد الله يسلمك. اي نعم طلع برا. آه. زين عبد الله ما تعرف متى بيرجع؟ الله اعلم. طيب اخوي مشكور عبد الله، اذا رجع سعيد خبري ان انا اتصلت. اي نعم خلفان خلفان معك. مشكور اخوي احسنت، كثر الله خيرك، مع السلامه. هذا وين راح؟ كل ما اتصل فيه يقول لي طلع برا. أنا أبغي ضروري يا رب، هنا حصلك يا سعيد، هنا حصلك. شوف كيف ما صاحي هذا. ما لقيت. سلام.
سعيده. اقول الفحوصات جاهزه ترى، انا بجي اخذك الحين. الفحوصات جاهزه؟ انزين عقب الله يخليك، ما دام انها جاهزه وانت موجود هناك الله يخليك لي منك وديهن. يا سعيده ما يستوي، ما يستوي هذا اللي نسويه غلط ما يصير. يا سعيده يا ود الحلال لا غلط ولا شيء، انت روح عند الطبيب وبيكشف عليك وبس. بعدين الطبيب يوم بيكشف عليك بيعطيك حبوب، وانت يوم بدقي تعطيني الحبوب وانا باكلهن. يعني المساله بسيطه يا سعيد الله يهديك، مساله ما بسيطه. هي بسيطه الله يهديك سعيد، بس انت اللي تبغى تعقدها عرفك. سمعيني طيعيني طيعيني يا سعيده، جهزه بجي اخذك، احسن تروحين لدكتور بروحك احسن. لا ما اجي، انت بديت ولازم تكمل. ادخل عند الطبيب الله يخليك سعيد، ادخل عند الطبيب وشوف العلاج. سعيده احسن تدخلي عند الطبيب احسن انت يا سعيده. الله يخليك، انا بجي اخذك الحين. لحظه انا بجي اخذك الحين وانت جهزي. قلت لك ما اجي، يلا خمالة. يا صك التليفون، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إيش أسوي الحين؟ أروح عند الطبيب وأمر لله. ألو، أهلا سعيدة، كيف الحال؟ إي نعم خلفان معك خلفان. سعيدة إذا سمحتي أبغى أكلم سعيد. طلع برا. زين ما تعرفين وين راح؟ المستشفى؟ خير سلامات سلامته، ما يشوف شر إن شاء الله. زين 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 سعيدة إذا رجع الله يخليك بلغيه إن أنا اتصلت فيه وأبغاه ضروري إذا سمحتي. مشكورة سعيدة، شكرا، أحسنتي، مع السلامة مع السلامة. ما في مرة طلبت سعيد وحصلت، متغلب على آخر زمانة صاير لي على الزئبق. لكن هذا ليش راح المستشفى؟ البارحة ما في شيء، كان بخير. يا أخي سعيد أنت من زمان تحس بدوار الرأس واللعان؟ لا والله دكتورة، بس من فترة بسيطة هذه. زين انت ما تحس بحمى ولا باي الم ثاني؟ لا لا لا، بس هاي اللي عندي والفحوصات قدامك يا دكتور. اخي انا بتجنن يا اخي. انت متاكد ان هذه الفحوصات لك؟ طبعا يا دكتور طبعا، يعني حال مين الله يهديك. خير دكتور ايش في يعني؟ ما معقوله، هذه اول مره تصير. خير ايش هناك يا دكتور؟ خير؟ أكرر سؤالي، هذه الفحوصات لك أنت؟ هي نعم يا دكتور، خبرت لك ليه؟ خوفتني صاير. أخي سعيد الفحوصات اللي قدامي تقول إنك حامل. إيش؟ أنا وبعد والطاغي حامل؟